الله معكم. إذا كان بده ينعطى عنوان لهالعصر كان بياخد عنوان عصر انحطاط القيم الأخلاقية، عصر تدمير العيلة، عصر الانفصال والطلاق. اليوم حلقة أشهد للحياة رح تكون شوي مغايرة، حلقة مختلفة جدا، موجهة لكل شاب وصبية قرروا الارتباط من خلال اختبار ريتا خواجة. اليوم رح نتعرف على اختبار خيار أو اختيار. قبل ما تتعرف على الرب يسوع وما بعده، شو الفرق وشو اللي بيدوم وشو الأنسب للارتباط؟ شو رح تشهد ريتا خواجة وشريكة ستيفن باخوس؟ أهلا وسهلا فيكم. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك. اليوم مثل ما كنت عم بقول، نحن معودين نحكي عن أخطاء الشاب اللي عم بيشهد أو الصبية الماضية، ومن بعد ما تعرف على الرب يسوع شو تغير بحياته وشو كانت ثماره. بس اليوم بما أنه كتير المجتمع بحاجة لتوعية لحتى يحافظوا على الرباط المقدس اللي بيقسموا فيه قدام الكاهن وقدام الله وقدام كل الشهود، كيف يضل مستمر هيدا الزواج بنجاح؟ كتار منا بشبابهم بيمرقوا بعدة علاقات قبل ما يرتبطوا. الأشخاص اللي ما بيكونوا بعد تعرفوا على يسوع وما نقلوا يسوع معهم لهالعيلة، تبقى العيلة مش مقدسة، ولو تكللوا بالكنيسة بس هني ما عطوا ثمار هالإكليل. صح. الإكليل لوحده والبركة لوحده ما بتكفي إذا نحن مش عايشين الرب يسوع بحياتنا وإذا هو مش موجود بعائلتنا. لهيك أنا حبيت أنقل اختباركم. طبعا بدي بلش معك ريتا، إذا شوي هيك بدي أتعرف على البيئة اللي تربيتي فيها. حضرتك من الشمال، وطبعا العيال الشمالية معروف عنهم الأهل، إيمانهم، الكنيسة، يعني بينقلوا هالصورة لأولادهم ولو ما ألزمون أنه يكونوا معهم. صح. يعني أنا مثل ما بتعرف ربيت بعائلة مسيحية مارونية، هيك إذا بدنا نعطيها سبيسيفيك ما يعني. عشنا أكيد عادات تقاليد مجتمعنا كنيستنا، كان عنا دايما القداس شيء أولى ونهار الأحد. حتى أنا زيادة أني ربيت كمان بمدرسة، مدرسة رهبات الناصرة، وكمان كانوا عم ينقلوا لنا إيمان ثابت إذا بدك بالرب يسوع. بس أنا بقول لك إنه كان عندي نقطة تحول بحياتي، يعني الإيمان التقليدي العادي والإيمان إذا بدك المتجدد، الإيمان اللي عم بيخليني أشهد للرب، عم بيخليني أتخطى الحدود، يعني إذا بدك ما دل عيشي بتقوقع على نفسي أو ما دل عم محتفظة بهيدا الشيء لألي وحدي. بالعكس صار عندي الجرأة أني أحكي عن المسيح، صرت بحب أني أنا أشهد له لأنه غير بريتا هيدا المسيح شيء. رح نتعرف على ريتا بسن المراهقة، كيف كان طباعك رغم أنك بعائلة مؤمنة، ولكن نحن ما بناخد وما بننقل وما بنعيش هيدا الإيمان إلا ما نحن شخصياً نختبر حب المسيح بحياتنا. قبل ما أعرف كيف اختبرتي، خبريني كيف كنتي. غنوشي كتير قد ما بدك. دللي كتير. كم فرد بالعائلة؟ خي أكبر مني وأنا وأخت أصغر مني. عادة الصغيرة بتبقى كتير مدللة حالها. الصغيرة بتبقى مدللة حالها، بس البنت الكبيرة بتبقى غنوش تبيا. بتحب السيطرة هيك يمكن كتير. لأنه بتحس حالها هي مسؤولة عن الأصغر منها. 100%. بعدها لهلأ أختي بتقلي لبقى تعملي أمي. فهيدا الشيء، ومن دون ما أقصد يعني، عرفت؟ يمكن لأني بخاف عليها، يمكن لأني بحبها يمكن بدرجة أكتر من حب عادي أو حب أخت عادية لأختها. بنت الكبيرة بالبيت بتتحمل مسؤولية، بس بنفس الوقت بتكون هي تاركة لحالة صورة معينة هي، يعني أنا شخصياً بقول لك أنه دايماً عندي صورة معينة أنا عم عيش فيها، مثل معلمة المدرسة، مثل الناظرة. يعني أنا اللي بقوله صح. هذا الشيء بيزعج غيرك يعني. كتير كتير بزعجهم، كتير كنت أزعجهم بشكل منو طبيعي. حب التسلط، التملك، غراضي لألي وحدة، بس غراضهم لألي معهم، بس غراضي لألي وحدة. سيارتي ما حدا بيسوقها، تيابي ممنوع أختي تلبسهم، مع أنه هي أكتر حدا بحبه بحياتي. يعني. أنانية، هيدي اللي عم أقول لك عنها، الأنانية من وراء الغنج. لأنا حدا بيصير بده كل شيء لأله. طيب هالحب التسلط كان يخليك شوي
نرفوزي غضوبة سريعة الغضب ممكن يعني يكون في هيك نوع من الكلام الجارح أوقات لحتى تنفذي كلامك. ليك أنا بطبيعتي إنسانة رايقة كتير رايقة لحد البرودة، يعني بتذكر قبل وقت نكون بدنا نظهر شي محل تبقى تطلع الصرخة بالبيت لأنه أنا بعد ما خلصت، لأنه أنا كتير بعمل شغلتي عرواق، بحب كل شي بيرفكت بالحياة، مع أنه هذا الشي ما في منه يعني إلا بالمسيح. ما حدا كامل إلا الرب يسوع، ولكن نسعى للكمال كما هو طلب منا. 100% كونوا كاملين كما أن أباكم الذي في السماوات. بس أنا كنت عم أعيشه بطريقة غلط، يعني أنا بدي كل شيء يكون على الوقت، كل شيء يكون جاهز، كل شيء يكون مرتب. لدرجة الإزعاج. لدرجة كتير مزعجة. ومع أني حدا بارد مثل ما عم بقلك، بس لأنه بدي كل شيء كمان يكون مرتب وكل شيء على أصول. يعني كنت خلقت لك مشاكل كتير مع مين أكثر شيء؟ صار عندي ردة فعل سريعة مثل ما عم تقول كلام مش بمحله جارح، يعني بعد دقيقة هلأ أنا بعد ما اختبرت المسيح صرت يعني بعد ما أكون قايلة يعني بعد ما أكون قايلة الكلمة بنفس اللحظة بيكون في عندي تأنيب ضمير بشكل منو طبيعي. صرت تعرفي تعتذري أقل له 100%. وصلت لمرحلة هلأ بعد أكثر مع المسيح أنه أنا وعم بقول الكلمة ثلاث أرباعهم بتحفز عليهم، يعني صرت بعد للعشرة مثل ما بيقولوا. قبل ما كان عندي هيدا الشيء صرت تعملي رقابة ذاتية 100% وتضبطي حالي كتير أكتر من قبل بكتير. نعم مع أنه هو الطبع كتير صعب يتغير ويتبدل، بس شوية وقت مع المسيح مع المسيح يعني عن جد بيصنع العجائب. هو قال أمين. ستيفن جيت حضرتك مؤخرا لا تتجوز من غير شر ارتبطته. بدي أعرف منك كيف كانت حياتك قبل ما تعرف على المسيح، واللي عرفته أنه ما كان يهمك موضوع أنك تكون مؤمن، يعني مثل ما أنت عايش بأستراليا فترة طويلة، جيت فترة على لبنان شوي بإجاز لنختصر هالقصة، ورجعت على أستراليا كملت حياتك وكنت شايل من راسك فكرة الزواج نهائيا. مزبوط. مش رح خبر القصة عنك، خبرني شوي كيف كانت قبل ما تتعرف على زوجتك؟ هلا قبل ما اول شيء قبل ما اتعرف على ريتا، نعم، يعني كنت عايش حياه بتعرف باستراليا كيف عايشين حياه فري، و مش بس باستراليا صرنا بلبنان كمان وين ما كان سهر ونايتات وزنا وكل شيء، يعني كيف كل شاب يعيش يعني حياته، هو اصلا هي شيء غلط يعني، بس انتم بتفكروها شيء طبيعي، نحن بنفكرها شيء طبيعي يعني نحن عنا. توصلت لمرحلة انه يعني فكرة الزواج كنت شايلها نهائيا من روسيا، يعني كنت شوف مثلا قدامي المشاكل اللي تصير هونيك وهالشغلات بقى، مشاكل العائلية والطلاق، مع انه انا يعني بدي احكيها هالمرة، يعني انه انا يعني جاي من يعني مختبر هالشيء بقلب بيتي، يعني ليش؟ يعني اهلي كمان فايتين بهيك مشاكل يعني اهلك منفصلين عرفت كيف؟ نعم بقى يعني سببت لك عقدة بتتصور هالشغلة؟ هي عملت لي عقدة يعني خلتك تفكر انه الزواج كله مين ما تزوج ما رح يعني يتوفق بحياته، هيك صرت افكر انا صرت افكر انه كل واحد بيتجوز انه ما رح يقدر يكمل حياته. يعني انت تربيت من بعد الانفصال بدون حدا من اهلك، مين؟ بدون بيك ولا بدون امك؟ بدون بيك. بدون بيك. لا ربيت مع امي انا، عشت كل الفتره مع امي نعم، واخر 10 سنين كنت عايش يعني امي عايشه هون بلبنان وانت باستراليا وانا وخيي باستراليا عايشين وحدنا يعني. نعم بتعرف كيف انه شباب عزابي عايشين وحدهم، بنروح بنجي وين ما بدنا عرفت كيف. بقى وصلت لمرحله انه خلص انه وصلت لعمر انه شلت هالفكره من روسي، انه ابدا يعني ما كان عندي امل 1% اتعرف على حدا او افكر بني اتجوز. بال 2018 هيديك السنه جيت مشهور، اول شيء انه شفت ريت على الفيسبوك وهيك وعملت ريسيرش عنها، بقى جيت مشهور لهون و هالفيسبوك شو صار مقرب كابلز لبعضهم نفع ببعض الاحيان يعني هيك مثلا دخلت الفكره شوي بروسيا عرفت كيف، بس ما انه يعني مش حاططها جديه ماني حاططها جديه انك تتزوج. جيت لهون وبعد كم جمعه يعني، ومع انه انا كنت كثير بعيد عن الرب، بعيد عن الكنيسه، ما بروح على القداس ابدا. نعم. وكثير كثير كثير بعيد عن الجو يعني. يعني انت بعدك عم تتفرج على شكلها على شخصيتها، ما فتت بالعمق تعرف اذا هي مؤمنه ملتزمه ولا لا. بس هيك كنت عم شوف يعني. توصلت لمحل انه اوكي رح اطلع، انه بدي اطلع اتعرف، بدي اطلع عند الجامعه. نعم. وتعرف على ريتا، ماني طلعت اصلي، طلعت اتعرف على ريتا. نعم. هذا كان الهدف عندي يعني. لحتى نوضح شوي، ريتا هي داخلة بجامعة صلاة، بجروب صلاة، جامعة الحياة بالروح القدس، جامعة الحياة بالروح القدس، وانت حبيت تتعرف عليها هونيك بقلب الجامعة. مزبوط.
هم اول ما فتت هيك قربت ريتا اول شيء دغري سلمت علي وحسيت شيء لمسني من جوا وقت تعرفت على الانسان حسيت عندها هيك يعني اللي انا طالبه يعني موجود فيه بلشت طالبه يعني اول شيء حسيت فيها هيك شخصيه كتير قويه وبنت ريكزي واثقه بنفسها واثقه من حالها وبتحكي كلمتها يعني عندها كاريزما بالحكي وانا قلت لها دغري يعني وحسيت هيك انه في شيء لمسني من جوا انه لا انه هاي هي الانسانه كان اشاره من الله بدك اشاره لي. عن جد اشاره كانت حسيتها اشاره من عن جد الله. مع انه يعني تعرفت على بنات قبلها يعني انه هيك ما ابدا 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 ما الفكره كانت يعني ولا شيء لمسني يعني عن جد وفتنا صلينا وهيك وبعد الصلاه رجعت التقيت فيها وكانت يومتها عم بيلعبوا البرازيل وانا بحب البرازيل كثير وهي بتحب المانيا وصرت تزرت لي هي كيف بطريقه انه خسروني البرازيل وما ادري ايش وانا صرت متحمس بدي اروح على البيت من البدايه بلشت تزريك ايه بلشت تزريك وكان في عندنا للجماعه عندنا بيكنيك بعد يومين كانت مصره انه نطلع على البيكنيك ونحن كنا عندنا غير بدنا نعمل غير شيء وهيك قام والله لا انه انا غيرت انه لا بطلع على البيكنيك عزمتني على البيكنيك تطلع على البيكنيك وهيك ونحن فوق انه بعين غبش يومتها كنا فوق هيك قعدت انا وياها شوي كانت اول مره انه اول مره وقت نزلنا على الصلاه تعرفت عليها انه كانت معرفي يعني سريعه سطحيه وسريعه سطحيه بس انه يعني لو ما دخلت الفكره براسي لو ما دخلت هي انه ما في شيء لمسني من جوا ما كنت رجعت كملت يعني وطلعنا لفوق وقعدت انا وياها شوي عن في رود وصرنا نحكي انه اساس الزواج واساس ايش بيصير يعني ليه هي كانت حتي الفكره براسها ولا انا كنت حتي الفكره براسي وبلشت الامور بعد مني تتطور نتفي 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 توصلنا لمحل انه هلا بدي بس ننقل من عند ريتا ارجع شوف انت كيف بلش يهمك موضوع الايمان من خلال التردد لجماعه الصلاه اللي بتنتسب لها ريتا. ريتا خليني انا وياكم نشوف هيك شوي فيديو صغير محضرتينا اياه حضرتك من قبل ما تتعرفي على يسوع كصور فوتو لك ومن بعد ما تعرفتي على الجماعه وبلشتوا صلاه كمان لحديت ما تعرفتي على زوجك ستيفن منشوف سوا. الله اللي عم يجمعكم هو اللي رح حلو كتير الله يهنيكم ريتا وستيفن ان شاء الله كل ايامكم هيك بتضل حب وسلام وتكون مثمرة مثل ما ديجا بلشتوا تعملوا. اللي بدي اعرفه منك كيف كانت اول شراره لحتى تفوتي بالعمق بالتعرف على الرب يسوع بحياتك؟ اوكي انا ديجا قايلت لك قبل انه من انا وصغيري عندي يعني عندي اذا بدك في نقطه فراغ بحياتي ودائما عم برم كيف بدي اعبيها عن جد هذا يمكن اول مره بقولها كان عندي دائما نقطه فراغ مع اني البنت الغنوجه ومع انه عندي ام وبي واخت وخي وبمدرسه مرتبه وبكل شيء حلو بحياتي بس دائما كيف بتحسي هيدا الفراغ يعني شو بيعطي مشاعر من جوا؟ وحده شعور بالوحده وحده شعور بالوحده حتى لو كل الناس حوالي كان دائما عندي شيء وحده كانه عندي شيء بعد انا عم برم عليه وهذا الشيء هو يسوع بس انا ما كنت بوقتها بعرف برمت عليه بالحب انت بعلاقه بس طلعت فاشله 100% شو أكيد. سبب الفشل منك منه سبب الفشل انه ما في يسوع ما في يسوع مش ما بدي اقول لا مني ولا منه سبب الفشل انه ما في يسوع ان لم يبني الرب البيت فعبثا يتعب البناؤون اذا ما كان هو الاول ما في لا تاني ولا تالت ما كان في عندك وعنده او ما كان في انا قلت لك كان عندي بس بطريقه تقليديه بطريقه تقليديه يعني مارس واجباتي الدينيه مش هلا اختبار لا هلا حقيقي. اختبار صرت بمارس اذا بدك شوق للرب الاله اني يكون عم بقعد معه صار عندي شوق اني يكون عم بقرا كلمته تعرف هو شو بده مني مثل ما شوق اني انا كمان خبره انا شو لا انا لشو بحاجه نعم ايه هيدا هو الفرق عمل لك جرح هالفشل ابدا لفتره معينه بنزعل ابدا يعني اوقات اختباري يمكن اذا ربينا شوي. بالبيت عصفور بنزعل اذا مات او خسرناه او طار 100% فكيف اذا كان انسان تعودنا عليه رح اقول لك شو الفرق الفرق انه انا كان دائما عم يتضوالي على قصص غلط بالعلاقه وانا اؤمن وعندي ايمان مطلق انه هيدا هو الرب كان عم يضويلي انه هيدا الشيء منو منه فانا بتذكر انا عنايا بحبها كثير مره كانت اخر مره بكون انا وياه
كنا بعناية، وبتذكر اني كنت هيك عم راجع ضميري اذا بدك. بتذكر كنت اول مرة بحكي بحرية مع يسوع هيك، يعني دايما ابينا سلام انا شو بدي خلصت. كنت اول مرة بقول له يا رب، اول مرة بقول له يا رب انا بعرف انه هيدا الانسان ما له اختيارك لإلي، وبعرف بسمع انه بيقولوا انه عندك مخطط مختلف لحياة كل انسان، فانا بهاللحظة بدي منك انت تجي وتزبط كل شيء، انا ما عندي المقدرة. سلمت حياتك للرب. اول مرة كنت بحكي معه بهيدي الطريقة، واول مرة بقول له تعا وتمم مشيئتك بحياتي. بتلاحظ انه قليل، نادر جدا انه صبية او شاب يسلموا حياتهم للرب او يقولوا له انت اختار لي او اعطيني اشارة تختار لي. دايما نحن من نلحق اللي بيعجبنا. صح. اللي بيجذبنا، ويمكن تكون عم تجذبنا شهوة 100%. او شهوة الشكل وجمال 100%. الشكل. صح. او المال اللي عم نشوفه بالشريك الاخر او البوست تبعه، عرفتي؟ واذا بدنا نسمع اشارة من الروح القدس منسكتها، لانه نحن عاملين خيارنا، لانه نحن مقررين مين بدنا. ما بدي الرب ينبهني 100%. مشان هيك ما بنقدر نسمع صوت الرب بعجقة شهواتنا وملذاتنا، وهيدا اللي عم بيسبب فشل كبير بعد فترة 100%. وعم بيخلي البنت تقول مثلا بطلت حبه. شو يعني بطلت حبه؟ انه ما الحب ما هو درجة منه، يعني ليفل تبعه المستوى بيضله على نفس المستوى كل العمر، بينزل وبيعلى حسب المسؤوليات، حسب المصاعب، حسب الشدائد. 100%. فمشان هيك عم نشوف في كتير فشل بأيامنا هلأ. أنا برأيي شخصياً أنه هو حب الشهوي اللي بيزول. نعم. بينما الحب اللي مبني، يعني اللي جايك من عند الله، ولا ممكن. أمين. الله يبارك فيك. صحيح. أكيد المشاعر بتتقلب وبتتبدل، مثل ما بيقولوا في طلعات وفي نزلات. ما في كلمة مشاعري عليت او وطي تطلع، يعني مثلا بمطلق علاقة بين اي شخصين. يعني يمكن انا اليوم انا وامي نختلف، انت وخيك عندي نفور، انت وحالك 100%. انت وحالك حتى 100%. وقت تنزعجي من نفسك، اوقات منحس مش طايقين حالنا 100%. فانا هيدا الشيء كمان لمسني في مطرح الاب جون باول اليسوعي، عنده كتاب بيقول فيه الحب قرار والتزام. يعني أنا اليوم عرفت ستيفن من الله وقررت أني كفي حياتي معه، أنا مجبورة ألتزم بهيدا الشيء، ومجبورة طواعياً، وإذا بدك خيار، هيدا خياري أنا اللي اخترته، وأنا مجبورة كفي فيه للآخر حسب ما الله هو كتب لي 100%. أنا الله يسوع أن الله قال أنه نحن لازم نحب زوجنا، ولازم يكون عندي كون عم طيعه، وقال للرجل انه كمان هو لازم يكون عم بيحب مرته للمنتهى، مثل ما يسوع حب الكنيسة، يعني للمنتهى، للموت على الصليب. رح نتابع موضوعنا بالفقرة الثانية، ونتابع تحديدا بهيدا الفكرة، ما تنسيها، بس خلينا نرتاح مع ترتيلة. بما انه لهلا وصلنا انه عند الاغلبية هو قرار بدون التزام، نحن بدنا نوصل لقرار مع التزام. نسمع الترتيلة سوا ونرجع نتابع. حين أوجدتني، حين ولدتني لحياتك، وستبقى بي إلى الأبد. أريدك وحدك، علمني كيف أحيا وأعيش معك، زدني معرفة بك، إني أحبك وأنا دوما لك، أحبك وأنا دوما لك. تعلم ضعفي وجراحي، تعرف قلبي وأفكاري، أرغب أن أحياك بكل كياني، بروحي وإحساسي، سامح عدم إخلاصي. كنت أبي وأنا ما زلت في فكرك، أنت أبي حين أوجدتني، حين ولدتني لحياتك، وستبقى بي إلى الأبد. دمك ينضحني فأطهر، تشفيني نفسا وجسدا، أنا في قلب العالم متعب، هب أن أصبح كلي لك، المجد والحمد لك. حبيبي خذ قلبي مني، خذ روحي وجسدي وتعال،
يا روح الحب هلم الآن نورني حررني تعال يا ربي يسوع تعال. كنت أبي وأنا ما زلت في فكرك أنت أبي حين أوجدتني حين ولدتني لحياتك وستبقى بي إلى الأبد إلى الأبد. كنا عم نسمع الترتيلة وعم تحكي عن تسليم الذات للرب وكيف الرب بيجي بحررنا. وبما أنه كمان جبنا سيرة القرار وعدم الالتزام، أوقات بناخد قرار على أساس أنه شاب عجبنا شكله، عجبنا مركزه، أنه هذا بيأمن لي حياة مرتاحة مادياً، ولكن الأغلبية ومثل ما كان عم بيحكي خينا ستيفن بيطلبوا علاقة جسدية بوقت الخطبة أو بوقت اللي بيكونوا أصحاب، وهون بيصير البنت ويلة أنه تقبل ويلة لا، لأنه بيصير يهتى أنه أنت ما بتحبيني. كيف برأيك البنت فيها تتملص من هيك شغلة قبل ما توقع فيها وتخسر اتنين سوا؟ لأنه بالنهاية كمان هو بيقول ما دام عملت معي علاقة يعني يمكن تعمل مع غيري، فبيبطل ياخدها كمان. مصبح. يعني بيروح وعده على الفاضي، بيعلقها وهي ما بتسترجي ترفض له طلبه لحتى ما يتركها، وبيرجع بالنهاية على الميلتين خسراني. صح. يعني انت سؤالك اذا انا حدا طلب مني هيدا الشيء شو بيكون جوابي؟ قد ما حب، يعني قد ما حب مطلق اي انسان، رح اقول لك هلا قد ما حب ستيفن ما رح حبه اكثر ما بحب الرب. أمين. وانا حاسعى ارضى الرب، ارضي الرب قبل ما ارضي ستيفن. من احب ابا او اما او اختا او زوجا او زوجة اكثر مني فهو لا يستحق. انا بدي ضل استحقه. امين. الله يباركك. كيف برايك البنت، يعني انت كبنت ملتزمه، ممكن تتملص من هذا الموضوع بطريقه تفهموا فيها انه ما بقدر اعمل هيك علاقه قبل؟ فينا ننطلق اذا بدك من فكره الزواج، من فكره اذا بدك الفستان الابيض اللي هو بيدل عن طهاره، فيها تقول له انه انا بدي ضل طاهره تكون لك من بعد الزواج مثل ما الله هيك بده. نعم. بحس انها كمان طريقه دبلوماسيه، وبنفس الوقت انا بعتقد انه لو هو بيحبها اصلا ما كان بيطلب منها هيدا الشيء، لانه لو بيحبها بيحافظ عليها. ستيفن كنت تفكر بس بدك تحكي مع بنت انه لازم انت بالاول كشاب بسن المراهقه، هلا انضجت اسم الله، انت باول الاربعينات بسن المراهقة، أنه بحطه براس الشاب أنه لازم يكون عندك تجارب جنسية لحتى ما تتفاجأ بيوم العرس أو تبين أنه ما عندك ثقة بنفسك، عرفت؟ فكنت تفكر بهاي المواضيع أنه أنت كمان لازم يكون عندك تجارب جنسية قبل الزواج؟ مظبوط، مثل كل شاب، وأنا يعني بقول لك يعني ثلاث أرباع الشباب هيك بيفكروا بهالشغلة، بيفكروا بالعلاقة، بيفكروا أنه لازم يفوتوا بتجربة قبل ما يوصل لوقت الزواج مثل ما حضرتك حكيت، لانه يمكن مثلا انسان ما يكون فايت بهالتجربه، الشاب ما يكون فايت بهالتجربه، ويوم اللي بده يتجوز يمكن يفشل. يمكن يفشل، هيك بفكر، هيك بفكر الشاب بسن المراهقه. بس مش مزبوط. بس هلا لا، هلا انا بهالعمر لا ما بفكر هيك. نعم. يعني انا مثلا بهالعمر ما بفكر انه مثلا اذا انت تكون سبب عسره، يعني تقنع البنت وترغبها وتقول لها مثلا انه لا ضرورية هي العلاقة قبل ما نفهم بعض هلا أنا كأنا كستيفن، إنه بالسن المراهق اللي مرقت فيه أنا ما كنت أبدا، لو تعرفت على بنات بس أبدا ما كنت يعني ترغبهم رغبا بهالشيء، لا. نعم. هذه كانت بتجي يعني بإرادتهم هن، يعني. نعم. إذا هني بدهم ولا لا، بس أنا أبدا ما كنت رغب بهالشيء. نعم. لأنه بعرف أشوي تأثيرها السلبي بعدين على البنت. نعم. يعني بيهمني أمر أكتر يعني. يعني بتحس إنه الرجل أبدا ما بيفكر بالمرأة ككيان، كشخصية، كروح، بيفكر فيها كجسد وكعلاقة جنسية فقط، بيفكر بالعلاقة الجنسية. نعم. هيك. ريتا، بدنا نرجع لموضوعنا الأساسي معك، كيف اختبرتي حب الرب حياتك؟ أوه. الحقيقي مش العلاقة السطحية. قلت لك أنا مثل ما كنا بأول فقرة عم بحكي لك إنه وقتها توجهت له بالشخصي والتجأت للجماعة، كان في رياضة روحية بوقتها، عزمني خيي كرم على الرياضة، وأنا كان عندي كتير الحماس، يا
يعني كرم كرم هو مؤسس جماعة الحياة بالروح القدس. صح. صح. هو خي الكبير وبي إذا بدك الروحي. خي الكل. أنا شاتي مجروحة. نعم. فبقى كان عندي شوق إني أروح على هذه الرياضة. وكان في من قرايبيني بالرياضة الروحية صاروا يقولوا لي قدهني مبسوطين هونيك. أنا كنت أعلم بوقتها وكان عندي صف نهار السبت. فطلعت على شغلي بس بقول لك قلبي وين كان؟ كان بالرياضة الروحية. بتسألني ليش؟ بقول لك ما بعرف. كنت حابة؟ كنت كتير حابة. علما اللي بيروح أول مرة بيضيق خلقه. كنت بينزعج. كتير حابة. أنا بالنظرات أنا وصغيري كان في راهب يتعلمنا هيدول الأغاني اللي بيزقفوا فيهم. نعم. يا أبانا لست أدري الحمد والشكران. وأنا من أنا وصغيري عندي يعني عند حب عاملي مزار بالبيت، أعمل القداس بالبيت، عندي هيدا الشيء. فبوقتها كان عندي كتير حماس إني أروح على الرياضة الروحية بس ما كنت قادرة أغيب. طلعت على المدرسة وبوقتها كان في نقص بالتلاميذ، تلاميذ سوريين كان بعد الظهر. فبيقلنا المدير يلي بده يفل بيقدر يفل. قام أنا دغري قلت له أنا بدي فل. قام قال لي اللي بيفل ما بيطلع له ساعات، ما كأنه جيتي على المدرسة. ما بيمضيوا لك الساعات. فهيدا الشيء كان مفروض يخلق لي تردد. أنا بالعكس قلت له ما عندي مشكلة، ما تسجل لي ساعات أنا بدي فل. طلعت بالسيارة ونازلة صرت أفكر أنه بهيدا الوقت مام بتروح بتعمل مارش، أنا عندي محل تياب. صرت أفكر أنه يي هلأ بس أوصل، ما بدها تقول لي ما زال جيتي قعدي أنت لكن بالمحل أنا روح أمشي. فبعدني عم فكر بهيدا الشيء وبلاقي الدنيا بلشت تتشتت. بده يغلبك إبليس. مع أن ما قدر، بالعكس ما قدر. دغري بلشت تتشتت. حتى قوى الطبيعة اجت ضده. ايه ما قدر ابدا. مين بيقدر على الرب؟ ولا حدا. هللويا. فبلشت تنقط. قام انا صرت اضحك، يعني عن جد حسيت بفرح ما هو طبيعي. حسيت انه ايه ما صدقت وصلت على المحل. وكنت قايلت لك قبل ما بحب اعطي اغراضي لحدا، يعني سيارتي انا اختي ولا مره اعطيتها اياها لوحدها قبل. بيومتها كانت اول مره بعطيها اياها لها وحده. قلت لها وصليني وخذي السياره مطرح ما بدك، بس ما تنقري علي. بلش التغيير مسبق بشكل ما هو طبيعي. كان عندي هيدا الشوق واللهفه اني روح، كاني عارفه حالي الرايحه التقي باحلى شيء بحياتي. نعم. ورحت ولحقنا بوقتها، لحقت القداس وموضوع وصلى الامتلاء. بصلى الامتلاء كانوا الاخوه كلهم عم بيصلوا مع بعضهم. هذا تسبيح للروح القدس. تسبيح. كانوا الاخوه كلهم عم بيصلوا مع بعضهم. وبحس فجأة بفرح منه طبيعي. بتذكر اني ببرو مع حدا من الاخوة بقول لهم حررني يسوع، وطلعت ترتيلة حررني يسوع. حلو. بنفس الوقت حسيت بفرح منه طبيعي لا ينطق به ومجيد. حسيت بسلام فائق يفوق العقول مثل ما الكتاب المقدس بيقول. عن جد بوقتها حسيتها، حسيت حالي شعلاني ولعاني اللي بدك اياه. حسيت لو فيني روح غير الدنيا كلها، الكرة الارضية كلها. حسيت حالي بحب كل الناس. حسيت ما بعرف ولادي جديدة. هيدا مفعول حلول روح القدس. وهون بلشت الولادة الجديدة. ستيفن راح عزمتيه لما اجى على لبنان. 100%. كيف كان اول انطباع؟ يعني كنت انت جاي من باك جراوند ما فيه ابدا لا ايمان ولا بهمك تتعرف على يسوع ولا شيء، ويمكن استصعبت هالقعدة. خبرنا كيف بلشت معك اول لقاء. اول لقاء بالجامعة. جامعة المصلي. صراحة يعني ما بعرف ايش كان عم بيصير. يعني اول مره بشوف هيك شيء انه يعني هني عم بيسبحوا عم بيزقفوا هيك. انا كنت مصدوم كثير. وصرت اقول ان شاء الله يمرق الوقت لانه بدي اطلع من هون. بدي انه ماني يعني جاي انسان من غير كوكب مثل ما بيقولوا، وجاي دغري على اختبر الرب وتمشين اختلط مع الشباب والصبايا وهيك. عرفت كيف؟ كان كثير صعبه. بس وقت صرت انا وريتا ما بعدنا وهيك، و يعني لقيت حالي انه منه عم بجبر حالي اني اروح لهونيك، بس صرت انجذب. عم بنجذب نتفي بالتروتيل اكثر شيء. يعني الشباب اللي تعرفت عليهم كلهم شباب كثير مهذبين، وبيخلوك يعني ترجع لعندهم وترجع تتابع. يعني سلوكهم المسيحي جذبك. هذا اللي بدك اللي قيم الاخلاقيه اللي بيتغنوا فيها المحبه. هو اللي بيطلبهم يسوع، يعني انه نحن نكون نور العالم، نحن نكون ملح الارض. هو هن ما بشوف محبة حقيقية. إذا بدك يعني ما رحني سوري يعني مضطرة أحصر لك إياها، بس أنا شخصيا ماني شايف فيها محبة حقيقية برات هيدي الجامعة. نعم. يمكن لأنه أنا مختبرة هون. لأنك أنا أنت هون مختبرة بهي الجامعة. بس بكل جامعة مصلية. أؤمن. مفترض أنه يكونوا أخوة بحبوا بعض. بس أنا ماني مختبرتها إلا بهيدا المحل. نعم شو حلو.
كيف بلشتي هيك تحسي انه تحررتي وانطلقتي؟ شو تغير فيكي؟ شهرين بيجاما وتخت وانجيل. شهرين بيجاما خلصت الانجيل يمكن بشهرين، ما عدته يمكن كذا مره. شهرين بيجاما وتخت وانجيل، دوش، ما بدك شيء من الدنيا غير الرب يسوع. ماما تكون عايزتني حديث اللي بدي احكي معك الا بس تخلص تنام. انا عم بقرا انجيل، توعى تلاقيني بعدني عم بقرا انجيل. شو سحرني المسيح بيقول في محل بيقول محبه حلو شغل الروح القدس، محبته بتاثرنا. اثرتني المطرح الوحيد اللي كنت اطلع عليه بهدول الشهرين هو اذا كان في لقاء بالجماعه او قداس. هيدا المطرح الوحيد اللي انا كنت اطلع عليه. نعم، من شروط انه نكون بجماعه هو نكون عم نشارك بالقداس الالهي. اكيد اكيد، اذا مش يوميا اقله يوم الاحد. اقله الاحد هيدا الضروري، يعني هي الذبيحه الالهيه هي الاهم. غير عن بس الجماعه شرط. بتشدد اكيد طبعا، وبتغير وبتعطينا فرح وبتعطينا سعاده. صرت بروح على القداس بطريقه غير قبل، صرت بروح بنطر الوعظه تشوف شو بده يقول لنا لابونا. بالاول بنكون عم بالقبل كنت بدنا تقول يخلص بسرعه الكاهن، هلا صار بدنا كلمه الله بالقداس 100%. وهلا بستغرب وقتها، صرت بستغرب وقتها بسمع ناس يي لك شو واعظ، وانا بكون مبسوطه، بكون عم حس انه هيدا الشيء عم يلمسني. نعم. ليش؟ لانه انا صار هيدا الشيء بيعني لي. يمكن هن الناس بعدهم مثل ريتا القديمه مسيحيه تقليديه، مجبورين نكون بالقداس. انا بطل شرط وبطل اجباري وبطل فرض وبطل اذا بدك وصيه، صار اني انا عم بروح لاقي حبيب قلبي يسوع. نعم، عم بروح صار لقاء مع الحبيب. ايه، شيء مش طبيعي. قديش بحس القداس مرق بسرعه. قبل كنت يعني عشوائي اخفى بالكنيسه، حس انه الساعه ما انها بقى عم تبرم. هلا لا، واو، يا ريت ما بيخلص القداس، يا ريت في شيء قداس ثلاث ساعات اقعد فيه عن جد. ستيفن، بالاول طلعت عليا كشكل كشخصيه، لما اختبرت الايمان مع يسوع شو بلشت تشوف بريتا؟ المرأة الفاضلة، المرأة المناسبة لحياتك الزوجية، هي الإنسان اللي بتحفظك، عم جرب ساعدك يعني، ما بعرف. أنا ليك يعني صراحة يعني كتير بتقلب يعني، هي أول شيء. نعم. كتير 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 يعني عندها كتير بتقلب، وقلت لك من الأساس يعني إنه أول شيء الشاب بس يطلع بالبنت بيطلع بالشكل. بالشكل طبعاً. شكل يعني. ما نضحك على بعض. ليش نضحك على بعض؟ كيف هذا الشكل، هذه الستيب الفيرست ستيب مثل ما بيقولوا. نعم. وشخصيته وهيك. بس وقت اللي صرت اتقرب منها وصرت يعني اتسير انا وياها كثير وهيك، اول فتره كنا عم نتسير ما كنا اصلا يعني علاقه جديه، عرفت كيف؟ وصرت هي يعني اكثر حدسينها كانت عن يسوع، وجرب هي عارفه انه حببتك فيه، حببتني فيه، عارفه انه في شيء حزن جواتي. هذا اللي بيقولوا ماربولوس ريتا، انه المراه تقدس زوجها او الزوج المؤمن يقدس زوجته غير المؤمنه. امين. عارفه انه كان في حزن جواتي، وهي قالت لي انت مرق بتجربه كثير صعبه يمكن بحياتك، وكنت عيش بالغربي وعيش وحدك وهالشغلات يعني. تجربتك الصعبة بين هلالين هي سبب انفصال أهلك عن بعض، لأنك مزبوط. عشت بلا ما تكون مع أهلك. مزبوط. ايه. وقلت لي أنه يعني شايفي صوري من قبل ما تعرفت عليا، تقول لي أنت عم تضحك بس جواتك حزن، وأنا بدي شيل هذا، أنا بدي أسعى تشيل هذا الحزن من جواتك. شو حلو. وعن جد يعني كتير اشتغلت على الشيء هي، وأنا مع يعني قلت لها أنا كتير 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 ارتحت معي يعني بالعلاقه بال يعني كل بكل شيء يعني بأسوأ حالتنا كنت مرتاح. لعنا هي مغرومه عندها عشق كبير للرب يسوع، هالشي خليك توثق فيها اكثر. مزبوط. مع انه انت ما كنت مؤمن. لا ابدا، كنت صفر، كنت صفر، كنت بعيد بعيد كليا عن الجو عن جد. كسبتينا هلا شاب ليسوع مع بعض، صرتوا تقروا الانجيل مع بعض، صرنا بنقرا انجيل مع بعض وبنقدس مع بعض، بنروح على الجامعه مع بعض. يعني اجا من السفر السبت الاحد كنا بالبيكنيك مع الجماعه، صار عنا لقاء مع الاخوه، شيء كثير مهم. اصلا ما تنسى انه نحن الرب هو جمعنا وبالجماعه، يعني هو اجا على الجماعه تعرف علي. هي امه قبل طنط ايميلي شافتني بالجماعه وحبتني وخبرته عني، كرمال هيك هو شافني على الفيسبوك. اوكي. ايه، مشان هيك كمان كان عم بفسر بالاول بس مش بتوضيح كبير مثل ما حكيتي. ايه، تتكون الصوره شوي اوضح. انت كيف تجرأتي مع انك شعلانه بالروح القدس، كيف تجرأتي تحكي لترتبطي مع شاب منه مؤمن؟ ما خفتي؟ بعدك يعني ما يستوعبك، يمكن ما يطيق يشوفك بتصلي كثير، بتروحي على القداس، تقري الانجيل. في رجال بس بحبوا المراه مثل ما كان عم يحكي، كشكل وكشهوه وكجسد، ما بيطيق يشوفها عم بتصلي، يعني بحس حاله انه قطعت له شهوته. رح اقول لك شيء، هلا انت بعدك قايله للمراه المؤمنه هي بتقدس زوجها.
نعم. أنا أؤمن طالما هيدا مشروع يسوع لحياتي، الله ما بيعمل عمل ناقص إلا بده يكمل هيدا المشروع. هيدا أولا. ثانيا، وقت اللي لقيت هو عنده يعني استجابة للروحة معي على القداس، للاعتراف، للمناولة، للصلاة بالجماعة، صلاة التسبيح، رياضات، حتى لو ببيروت مرة نزل معي على رياضة روحية للجماعة ببيروت، هيدا الشيء كتير شجعني وطمني. بعدين بدي أقول لك شيء انتر بارانتيز، في كتير ناس مؤمنين إذا بدك ملتزمين، إذا بدك عندهم اختبار بتلاقي أعمالهم ما عكسوا وصايا يسوع. نعم، ما بتظهر بنفس صورة. الوقت في عندك ناس ما عندهم اختبار حي، ما عندهم لمسة الروح إذا بدك، وعندهم أعمال بتعقد. ستيفن منهم يعني. نعم. صراحة تكون واضحة، ستيفن هو هيدا الإنسان اللي قلبه طيب، اللي عنده محبة، عنده تواضع. يعني أنا كنت أطلع فيه أقول أف، يعني أنا تختبرت المسيح تصرت نطفي حب تها شوي وطيت من خيرة. هو ما بيعرف المسيح وهالقد عنده تواضع، وداعة، محبة، بيستوعبني، بيتفهمني. صراحة كتير خرقني. نعم. خرقني بشكل ما هو طبيعي. يعني شوف مثلا إذا في شيء أنا اللي ناقر عليه، مش هو ناقر علي، عم تفهم قصدي؟ خرقني يعني جذبني بهيدا الشيء. عنده صفات ثمار روح القدس من دون ما يكون عنده الاختبار. نعم. عم تفهم قصدي؟ الاختبار اللي نحن بنحكي عنه، لأنه الله هي فينا من المعمودية. هذا الشيء اللي بدي وصله. أحسن ما يفهم مشاهد لا. غلط. لا، هيدا اللي أنا بدي وصله. في ناس بتقول طب ليش أنا بدي صلي إذا عندي صفات لا. إنسانية هو بعمل مفعل منيح. بعده مفعل الروح القدس، ما كان مطفيه مثل ما أنا مطفيته. نعم. أنا بمرحلة كنت مطفيته، كان في أنا بطل في المسيح. نعم. هيدا الشيء اللي طفر عمل الله بحياتي، طفر روح القدس. بينما هو لا، بالعكس، مع كل الضيق إذا بدك والشدة والمصاعب اللي مرق فيها كطفل صغير وعم بيشوف القصص اللي صارت عندهم، ودل عنده هيدي البراءة. يعني انت هلأ إذا بتعد مع ستيفن بتحس انه في طفل جواته، في طفل. ايه انا ما كان في طفل جواتي، تما نضحك على بعضنا، كان في بنت قوية، كان في بنت قوية. هلأ لا، هلأ لا. ليش؟ لأنه أنا بعرف انه الرب بده يعني يكون عم طيع، عم طيع بمحبه مثل ما هو يكون عم يتعامل معي، مش بوس ومش عم يعمل علي سيد، لا بل هو عم بيحبني، عم بيطلع على الاحسن لعائلتنا، لمستقبلنا، لعائلتنا. نعم، هيدا الشيء. نحن رح نرتاح مع ترتيله ونروح للفقره الاخيره ان الله راد، نحكي عن ثمار الروح القدس بحياتكم. العائله كانها كنيسه صغيره، يعني العائلة المقدسة بتمجد الرب دايما. وأنا بقول لهم الزواج إذا له رقم منه مجوز، يعني شخصين تلاتة. هو ثلاثة. أمين. لأنه هالشخصين اللي بيتحدوا بالجسد بيتحدوا بالروح بالله. أمين. بشكله هالكيان المقدس بالعائلة. رح نشوف صورة هيك شوي بتوضح هالفكرة اللي عم نحكيها. لهيك انت كمان بتفسري لنا عليها شوي. اوكي. ونرجع منتابع. شو عم تحكي هالصوره ريتا؟ God هو فوق براس الهرم. امين. وفي عنا عائله بقلب البيت، وفي المان على الشمال وومن على اليمين. امين. اذا منشوف انه المان والمومن يعني الرجل والمراه قديش بعاد عن بعضهم، بس مثل ما الفلاشات صوب طلوع بيدلونا انه كل ما الزلمه قرب اكثر لرأس الهرم اللي هو الرب، وكل ما المرأة قربت أكتر، كل ما صاروا عم يقربوا لبعضهم أكتر. بس يتحدوا بالله، بيتحدوا مع بعضهم، بيتحدوا مع بعضهم. بينما تحت كل شيء وهني بعاد عن الله. نعم. كل شيء وهني بعاد عن 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 بعضهم. نعم. عشان هيك يسوع قال إنه يعني الشخصين اللي تزوجوا زواجهم ما ممنوع يفرط أو ينفصلوا، لأنه هني جسدين اتحدوا. أمين. بالله. أمين. وهذا اللي مش عم يفهموه عادة. لهيك منشوف أوقات أنه بس يملوا شوي من العلاقة، أو إذا تزوجوا على شهوة مش على أسس متينة بالإيمان، وما كان بيعرفوا شو الرب بدهم من حياتهم ومن زواجهم، أو إذا وقفوا بالكنيسة بس للشو أوف أنه شوفوني أنا مثل الملكة عم بستعرض فستاني وشعراتي ومكياجي، وهو أنا اليوم ملك، شوفوني قديش صارف ومبعزق بالعرس. هيدا زواج تأسس على الفشل من بدايته. 100%. إذا بتلاحظي. أكيد. شو اللي بيعيق زواج يعني بحسب ما بتسمعي من رفقاتك؟ البنت كيف لازم تكون خياراتها برأيك؟ على أي أساس تقول نعم للشاب؟ أنا بمطلق أي شيء بحياتي من بعد ما تعرفت على الرب
صرت أي شيء بدي ميزه أو اختاره بده يكون انطلاقا من كلمة الله. نعم. وأنا على هيدا الأساس اخترت ستيفن، انطلاقا من كلمة الله. هو هيدا الإنسان يلي قادر يحميني، يحبني للمنتهى، مثل ما الرب يسوع حب الكنيسة، مثل ما كنا عم نحكي من شوي. نعم. هو هيدا الإنسان. كيف حب الرب يسوع الكنيسة؟ مات من أجله. مات من أجله. من أي رجل يعني قبلين موافق لما يوقف قدام الكاهن ليأخذ بركته يكون عارف أنه هو جاي يموت من أجل زوجته أو عائلته؟ مش الموت الجسدي، لا طبعا، بل الموت عن الذات. نعم. عن يعني مثلا اليوم هو في شيء بيحبه بده يعمله، لا بده يكسره إذا شيء ما بيناسب علاقتنا وبيتنا وعائلتنا. نعم. هيدا هو الموت، بده يضحي فيه 100%. إذا عنده ملذة معينة بده يوقفها، إدمان معين على الكحول، على القمار، على أي شيء يعني. صح. حتى إذا بدنا نحكي، أنا عامل برنامج اسمه إله الجنس وكاتب كتاب اسمه إله الجنس، قريته، تبين لي أنه حتى في رجال متزوجين بيضلوا يمارسوا العادة السرية بعد الزواج لأنه ما قدروا يوقفوا هذا الإدمان. ما هو إدمان؟ أنت إذا تعرفت على الرب يسوع خلص، أنت حياتك، جسدك بطل ملكك، جسدك لمرتك ومرت جسد مرتك لإلك. أمين. ما إلك حق تتصرف بجسدك مثل ما بدك، لا من خلال العادة السرية ولا من خلال خيانة بعلاقات تانية. 100%. هيدي إذا منوع عليها قبل الزواج من خلال الكتاب المقدس، أكيد عنا يعني 100% زواج ناجح. قدي بيصير إيه كل شيء أهين. بعدين أنا بدي أقول شيء كتير بسمعه أنا، يعني كابلز عم بيطلقوا كتير مثلا، بسمع أنه بالمجتمع بيقولوا إيه هيدي المرأة عشت فراغ لأنه جوزها مسافر تيأمن لها لقمة عيشة. وقت اللي فيه المسيح بقلبك ما بقت مفروض تحسي بهيدا الفراغ، او انت تقولي نقصني علاقه جنسيه لانه زوجي غايب، ما بفكر بهالشيء. ما هي هيدي هون النقطه اللي او عمل حادث مش مسافر او ان شاء الله سمح الله من ورا حادث او يا اختي انصاب بعجز جنسي ليش نروح بعيد 100%. بتركه يعني انه في ازواج قديسون، كتاب اسمه ازواج قديسون، هن نذروا حتى انه يكونوا عفيفين بالزواج، مش بس بمعنى العف اللي قاله ماربولوس انه ما يكون في خيانه زوجيه، كمان انه يمتنعوا عن العلاقه الجنسيه لحتى يتفضوا لله. مش كل الازواج مطلوب منهم هيك، أكيد. لانه العلاقه الجنسيه بالزواج هو شيء مقدس ومبارك، بس في ناس بتنعطى نعم زياده بيقدروا يكونوا عم بيعيشوا. صح. هيك ليتفضوا بس للصلاه واعمال الخير. امين. كيف منكون ازواج مباركين مقدسين عنا ثمار للغير؟ يعني انا سمعتك هلا رح ترجعوا على أستراليا وتجربوا تأسسوا جماعة مصلية، خبر مفرح جدا. إن شاء الله يكون، إن شاء الله تكون يعني إذا بدك، إن شاء الله تكون رغبة قلب الرب، هي أكيد رغبة قلب الرب. ستيفن أنت صرت جاهز تحط إيدك بإيد ريتا وهونيك تكونوا هيك واقفين حد العيال وتكونوا عم تبشروا بكلمة الرب وتكون عم بتساعدها يعني أقله باللي أنت وصلت له؟ أكيد أكيد، بالاختبار اللي أنا فت فيها هلا كيف وقت اللي تعرفت على ريتا، كيف كنت بعيد عن الرب وهلا صرت يعني معها، هي عم بخرط بالرب وعم بتعرف عليها أكتر وأكتر. أكيد نحن جاهزين أنه نأسس عائلة مسيحية ونأرجي العالم هوني كمان كيف بتكون العلاقة، كيف بتكون الكابل، تكونوا أنتم مثال بالأول طبيعي، لأنه نحن يعني اللي عم نشوفه نحن بحياتنا الطلاق اللي عم بيصير من تحت رؤوس ايش اليوم عم بتشيل كلمه صغيره عم تطلع من الرجل او من المراه، ما بقى حدا عم بيتحمل كلمه، ما حدا بيتحمل التاني، ما بيستوعبوا بعضهم يعني، ما فيها حبه يعني. انا بدي اعرف انه يعني ايش هالحب هذا، يعني الحب ما هو كلمه انه بس حبينا بعضنا او هي حلوه وانا حلو خلص هذا هو الجمال، ما بيدوم الجمال، ما رح رح نكبر رح نتجعد. انا دائما بطرح السؤال على ريتا على طول بلا انه الجمال بعدين نضعف. بحب اعرف يعني كنت دائما يعمل نوع اختبار معه انه انا مثلا يوم من الايام بدي اكبر بدي اغير شكلي، لا هي بدلت اللي بتقلي نحن خلص صور في حب الروح، في هذا الاهم وهذا اللي بدون في يسوع بيناتنا. وانا دل الا بال وقت الفت وبلشت بالعلاقه انا وياها، دل الا انا انه انا عندي ايمان كتير كبير انه يسوع اللي جمعنا عن جد، يعني كيف كنا شايلين هالفكره انا وياها، يعني ولا 1% انا وياها كمان. امين. وبدل الا بدل الا يسوع اللي جمعنا. امين. إذا الله بيريد يعني بقوة يسوع بقوة الرب رح نكمل حياتنا ورح نجيب أولاد ونربيهم على هالأساس وعلى الطريق. إذا الله يبارك فيكم. كلمة الأخيرة لإلك، شو نصيحتك للصبايا والشباب اللي مقبلين على الزواج؟ نصيحتي هيك باختصار، حبوا يسوع قبل ما تحبوا بعضكم لحتى تقدروا تحبوا بعضكم صح. شو حلو. هيدي هي حلقتنا أخوتي المشاهدين، نحن عم نتوجه لإلكم انتو الشباب والصبايا، ما في شيء بيدوم،
ولا العلاقات العاطفية واللي بأوقات كتير بتترك جروحات بترفقنا للأبد، وفي أشخاص بنشوفهم بينتحروا لأنه فشلت علاقتهم العاطفية. ما في شيء أبداً بالحياة بيستوجب أنه ننهي حياتنا من أجل شخص آخر. اللي بيستوجب أنه نكون عم نضحي لبعض، نموت عن الذات كرمال الآخر. هيدا اللي بيخلق حياة حقيقية، لزواج ناجح، لزواج مبارك، لعيلة مقدسة. كل هالشي ما بيصير إلا مع الرب يسوع. هو اللي قال إنه كل شيء غير ممكن وكل شيء مستحيل هو ممكن مع الرب. تزورونا بحلقة جديدة من أشهد الحياة، والله معكم.